مثالية جدا، لأنها طريقة بتحافظ على البيئة. كويس. إحنا بنستغل البيئة بشكل دايركت، يحصل طريقة الناس المزارعين الموجود في نفس المنطقة. هم كانوا أساسا بيستخدموا الخشب مع حصائر البوق كستاير تحجز الرمال. بالظبط. مع حركه الرياح بتكون وراها كميه من الرمل. احنا خدنا الفكره منهم، من الطبيعه ومن الناس السلام. اللي عاملين في هذا المكان. يا سلام. على اساس ان هذا اولا صديق للبيئه، بنستخدم حاجات من البيئه. صحيح. عباره عن رمل وحصاير خوص. بالظبط. وهتظهر حضرتك في الصور مدى تاثيرها، يعني لما تنفذ المشروع التجريبي دوت بداية المشروع وبعد مرور الوقت كونت فعلا الكثبان الرملية، وبدأ نزود أكثر من صف بحيث يتكون لي الدايكت عبارة عن جسر طويل جدا في موازي للساحل، يمنع صعود المية أو خروج المية من البحر للأراضي الزراعية خلف هذا الساتر. كويس. حضرتك ذكرت أيضا مصطلح وهو مشروع المناخ الأخضر. طبعا. عاوزين نعرف من حضرتك يعني معنى هذا المسمى وايه اللي بيتم من خلال هذا المشروع. هو زي ما قلت لحضرتك في الاول، المناخ الاخضر كان الهدف منه حمايه من التلوث وتدخل البشريه فيها. أيوه. ارتفاع سطح البحر معناها ان في ضرر للدلتاوات على المستوى العام. كويس. فبالتالي هم سموا هذا المشروع الجف على اساس انه جرين كلايمت فاوند، اللي هو مختصر لكلمه صندوق المناخ الاخضر، او هو عمل زي صندوق بحط فيه فلوس من كل الدول الصناعيه الكبرى اللي هي سببت المشكله، حطت الفلوس في هذا الصندوق. وبدا الامم المتحده تاخد منه من هذا الصندوق لكل الدول الناميه نتيجه تغير المناخ. ايوه. احنا الحمد لله زي ما قلت لحضرتك سابقا نجحنا ان احنا نقنع الامم المتحده ونقنع صندوق المناخ الاخضر، احنا من ضمن هذه الدول اللي تعرضت لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر والتغيرات المناخ حصلت في الايام السابقه. وعلى هذا الاساس هم بيشترط الصندوق المناخ الاخضر ان انا اعمل مشاريع برضو صديقه للبيئه. فكانت الفكره ان احنا نستغل الاعمال الطبيعيه الموجوده في البيئه، ان هي عباره عن ستاير او حصائر من الخوص مثبته بالواح من الخشب في الارض بارتفاعات بتتراوح من متر ونص لمترين. مع وجودها هي مع حركه الرياح اللي محمله بالرمال بتكون الكثبان الرملي، بحط اكثر من صف، وهتبقى دي واضحه قوي وظاهره قوي في الصور اثناء التنفيذ وبعد التنفيذ. إن شاء الله. اثناء التنفيذ هتلاقي لسه الارض واطيه زي ما هي، بعد التنفيذ هتلاقي الكثبان الرمليه بدات تتكون. احنا ضفنا عليها حاجه بس صغيره جدا عشان نضمن عدم نفاذيه الميه في البحر للاراضي الزراعيه. ايوه. الاضافه ديت ودي حاجه مضمونه علميا، ان احنا نعمل قلب لهذا الضغط من رمال بها نسبه طامي. هذه الرمال اللي بها نسبه طامي دي تمنع مسامير بتاعتها ضعيفه، تمنع مرور الميه من خلال هذا الرمل. يبقى احنا من اول بنحفر في موازي خط الشاطئ على بعد 200 متر وبنحط رمل منقول من بحيره عزله، محمل رمل محمل بطم اسمه سيلتيك لي، ده بيعتبر او القلب بتاع الضغط ده. ايوه. وبعد كده بنزرع عليه نحط عليه الرمل بتاعنا الطبيعي، وبعدين نزرع عليه الحصار، وتبدا الحصار هي اللي تجمع الرمل من الطبيعه وتكون الجسم بتاع الضغط بالكامل اللي هو يعتبر حامي للاراضي كل الزراعيه. كل دي موارد طبيعيه، كل دي موارد طبيعيه من عندنا، يعني مفيش اي حاجه بتستورد من البيئه. الله. هو خشب ومفيش تكلفه تقريبا، التكلفه تكون يعني محدوده جدا واقتصاديه جدا. هايل. وفي نفس الوقت الاهم في الموضوع ان انا ما بستخدمش انواع تضر بالبيئه، لا ده انا خدت الرمل طبعا والحصاير والخشب اللي هو في نفس المنطقه. انت لما تمشي في الطبيعه وتنزل على الصور هتوضح هذا الكلام جليا، يعني هتلاقي المنظر جميل جدا وغير مكلف ومعمر. يعني انت كل ما عاوز تعلي وتضخم الضغط تزرع، يعني ستاير تملي رمل تزرع ستاير فوق تاني فوق منها تاخد طبقه تانية، تتملي رمل تزرع ستاير لغايه ما تعلى بالجسم الدايكت اللي هو شكله نص دائري. بحيث ان هو ده يبقى حاجز طبيعي للكثبان الرملي.
هل هناك من إجراءات احترازية فعلا بتتم وتسبقوا بيها الأحداث أو التطورات المناخية اللي ممكن تضر الشواطئ في المستقبل؟ ده تمام تمام، سؤال جميل حضرتك. أشكرك يعني بصراحة ممتاز جدا. أشكر حضرتك. لسبب واحد، احنا لما التدهور اللي حصل في خط الشاطئ وتعدي البحر على دلتا نهر النيل بالذات، من ضمن ممكن قلت لحضرتك من ضمن الدراسات اهداف المشروع للمناخ الاخضر دوت او صندوق المناخ الاخضر، هما هدفين، الهدف الاولاني حمايه 69 كيلو، والهدف الثاني عمل اداره متكامله لكل ساحل المتوسط. تمام. الاداره المتكامله دي هتدرس كل نقطه في الساحل سواء بقى عرضه ل او مش عرضه للمخاطر، هتدرسها اداره متكامله كامل بالكامل، هتدرس اتجاه الامواج، سرعتها، مدى تاثيرها في المستقبل، وهتحط سيناريوهات للحلول. تمام. المنطقه دي المفروض نعمل فيها ايه، المنطقه الثانيه المفروض نعمل فيها ايه، المنطقه دي هنحدد فيها خط الشاطئ الممنوع اي حد يبني فيه مسافه قد كده، والثانيه مسافه قد كده، هيبقى عندي رؤيه كامله بعد نهايه هذه الدراسه، مش للاماكن اللي تعرضت للمخاطر بس، لا لجميع خط الساحل الموجود على البحر الابيض المتوسط. نامل ان شاء الله خلال الايام اللي جايه ديت ان احنا نفعل هذه الدراسه ويبقى عندنا رؤيه شامله واضحه للمستقبل لمده 50 سنه قدام، ان شاء الله ان ما يبقاش في اي، عارف ان المنطقه دي هيحصل فيها كذا، وبالتالي انا بجهز نفسي لاعمال الحمايه المناسبه لها، لان كل منطقه لها طريقه حمايه تختلف عن المنطقه الاخرى. طبعا. لان اتجاه التيارات البحريه واتجاه الامواج وسرعتها بتحتم عليا الطريقه المناسبه لعمل الحمايه المناسبه لها. طبعا. احنا يعني على سبيل المثال وليس الحصر، عندنا قلعه قايتباي. دي قلعه اثريه وكلنا بنعتز بيها. طبعا. وكلنا لما ننزل اسكندريه بنزورها. طبعا. كان في حمايات عشوائيه موجوده فيها قبل كده، الحمايات دي ما اديتش الغرض منها، بدا في تاثير سلبي على الصخره المبنيه عليها القلعه. وبالتالي انطرح مشروع حاليا دلوقتي جاري تنفيذه، هتشوف بعض الصور لها اثناء التنفيذ حاليا لحمايه القلعه من هذه المخاطر. الحمايه طبعا هترجع رونق القلعه تاني، وهتبقى مزار سياحي يعني يقصده كل السياح سواء العرب او الاجانب لزياره هذا المكان. مشروع واعد جدا، مشروع بيحمي اثر من الصعب ان احنا نعوضه لا قدر الله حصل له حاجه، وخاصة اسكندرية فيها آثار كتير جدا غرقة. فإحنا بنحاول بقدر المستطاع نعمل حماية لشواطئ اسكندرية، وفي نفس الوقت الحفاظ على الآثار الغرقة، إن هي تبقى ما زالت مسار ومكان لزيارة كل السياح. هل هناك من استراتيجية مستقبلية وخطط مستقبليه للتعاون بينكم وبين جهات معنيه سواء كان على المستوى المحلي او الاقليمي او الدولي؟ هو لا شك ان فيه تعاون كامل ما بيننا وما بين كل الجهات المعنيه بحمايه الشواطئ. عندنا الجهات المعنيه المحليات والمحافظين والسكرتير العموم للمحافظات الساحليه كلها. كويس. احنا تقريبا بنعمل اجتماع يعني بشبه دوري ما بين الساده المسؤولين في هذه المحافظات، وبنناقش كل مشاكلهم وطلباتهم، وفي نفس الوقت في تعاون وثيق بيننا وبين الجهات الامنيه سواء حرس الحدود او خلافه لتامين كل هذه الشواطئ، لان احنا لما بنعمل اعمال حمايه وبنحط اجهزه عشان تقيس سرعات الامواج وقوتها واتجاهها ومكان، لازم من تامين هذه الاجهزه. فطبعا حرس الحدود والجهات المعنيه بهذا بتامن لنا الاجهزه بتاعتنا اللي احنا بنحطها داخل البحر عشان تسجل لي بشبه يومي او كل ساعه حركه الموج فين وارتفاعه وسرعته. والحاجات دي كلها داتا بتسجل عندي، وفي نفس الوقت باخد هذه الداتا بنعملها اناليسز بحيث اعرف ايه التغيرات اللي حصلت، لان واضح واحنا كلنا كمصريين نحس بهذا الكلام، في تغيرات مناخيه لا محاله. صحيح. ما كناش بنسمع عن الارتفاع في العالم كله يا فندم، في العالم كله. وما كناش بنسمع على العالي قوي ده. كنا بنسمع على ان 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 في مناطق بتتعرض لامطار غير عاديه وتصل الى حد السيول، الحاجات دي كلها استجدت على المناخ المصري. فاحنا من خلال هذه الاجهزه اللي احنا بننزلها وبنثبتها داخل مناطق محدده في البحر، بنقيس فيها سرعه الامواج، اتجاهها، وجودها، بحيث ان احنا نقدر نتنبأ بما يحدث مستقبلا. طبعا بالاضافه ان احنا عندنا في وزاره الموارد المائيه والري
التنبؤ. يعني ده المركز ده بيدينا تقريبا يعني مش عاوز اقول لحضرتك بصفه دوريه كل التنبؤات. فدي كلها اجهزه بتتعاون مع بعضها، سواء في المحليات سواء في الوزاره القطاعات المختلفه، بالاضافه الى التعاون الدولي. يعني الدول العالم كلها اصبحنا كل قريه صغيره، ما فيش حد يقدر يقول انا منفصل عن الثاني. لا طب يعني دلوقتي ما اصبحش المشكله في امريكا مش هتاثر عندنا، لا هو تقدم اللي حاصل في الدول الغربيه هو اثر على الدول الناميه. بالظبط، الدول الناميه فوجئت ان هي اكثر ضررا من اي دوله ثانيه. صحيح، فلازم من التعاون المشترك. وعلى سبيل المثال التعاون ده اللي هو بيديني منحه نقدر نساعد بيها ونحل بعض المشاكل اللي قد تتعرض لها الدلتا نهر النيل. على ذكر حضرتك فندم مركز التنبؤ بالمخاطر، ده بيستوجب ايضا ايجاد اداره داخليه داخل الهيئه، وهي تكون اداره استخبارات او اداره لعمليه كشف ما سوف يحدث من مخاطر او المخاطر الاكثر خطوره. انا هقول لحضرتك حاجه، ده احنا عندنا معهد اسمه معهد بوس الشواطئ، مهمته الاساسيه كده. رائع، معهد كامل يعني مجموعة من العلماء الأفاضل كلهم باحثين، شغلتهم البحث فقط، ان هو يبحث ويشوف المشاكل الموجودة ويقترح حلول واحنا نبدأ ننفذ هذه الحلول. يعني عندنا معهد فيه أساتذة أفاضل علماء بيدرسوا كل ما يخص أعمال حماية الشواطئ بالتعاون مع معاهد معهد المساحة والمعاهد الخارجية، وبتبادل خبرات. ده من خلال عملية فقط ولا من خلال عمليه استكشاف في المناطق؟ ده رصد وتوقع اللي ممكن يحصل ايه نتيجه تمام. هذا الرصد، ما هو لما بيرصد بياخد داتا، الداتا دي بيبدا يحللها، تحليل الداتا بيطلع منها بنتائج. النتائج بتقول له لا خد بالك ان هنا في تغير هيحصل في كذا، اتجاه المد والجاز هنا كذا، اتجاه الامواج كذا، سرعه الموجه قد كده، ارتفاع الموجه قد كده، كل التغيرات دي هو بيرصدها وبيحللها من خلال برامج عنده، بيقول بيتنبأ بالأخطاء، وعلى هذا الأساس بنقترح بقى العمل الحماية المناسب للمكان ده. لأن طبعا ما فيش زي ما قلت لحضرتك قبل كده ما فيش حاجة ثابتة، يعني التغيرات سبحان الله، البحر هو بينحر في حتة وبيرس في حتة، ده خط الشاطئ. احنا كل هدفنا من هذه الدراسات ايه؟ هو اتزان خط الشاطئ، النحر يساوي الترسيب بحيث يبقى فيه اتزان في خط الشاطئ. تمام، لكن ما يبقاش في حته فيها نحر يحصل فيها ضرر للمنشآت السياحيه والقرى والناس في هذا المكان، وجزء ثاني فيه ترسيب احنا الهدف منه ان النحر والترسيب ده يبقى فيه اتزان بينهم. لا زايد ولا ترسيب زايد. احنا في بعض الاماكن بنشيل من مناطق حصل فيها ترسيب ننقل فيها تغذيه مياه في مناطق حصل فيها نحر. عشان يرجع الاتزان لخط الشاطئ. مشاهدينا الكرام، بكده تكون خلصت حلقتنا بانتهاء لقائنا من داخل الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والحديث عن كيفية حماية الشواطئ والحد من المخاطر اللي بتواجه الشواطئ المصرية من خلال التغييرات المناخية. كل ده واكتر عشناه النهاردة، بنتمنى حلقتنا تكون نالت اعجابكم، ودايما على وعد بلقاءات متجمعة من خلال برنامجكم حدث في مصر.